فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. نبي محمد بابا ريادي يقول يمد ريادة نبي محمد لقو أركان خيالي معها شيطان اسكم اخصو متلئ من رآني في المنام فقد رآني حقا. فقال وحو يري كيف أنت يا حسن حسن وسيادت هاي قلت بخير يا أبتي أبو خير بانكو سوغانا هاي بانكاير. وشكوت إليه تأخر المال عني مالكي إنو يقرأينا وعوضي أو وحانكو للنبي الله حارت ويفي عانت هاي أوهو لكن سسنة كاما أنت عشين سيد كي معاوية. حافظ جلال الدين السيوطي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة كتاب تاريخ الخلفاء اللي هو خلفاء يا تاريخ دي مسلمين تكاغا حضلو مركو سو غارة خليف كيشانا دي سيد حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وحو أرندونا. وأخرج ابن عساكر والبيهقي عن طريق أبي المنذر هشام بن محمد عن أبيه وحي سووري قال وحو إلي أضاق الحسن ابن علي سند سندها كاميدا اي نلاش عريري كنا قطي سيد حسن بن علي او انان كو نبي قو قو هاي بل افيرسو عطيه سيئ مشهر كي سيئو بيت المال كمسلمين تكهلان اوحو اها سند كي والبابارير بلو حساب جيري بقال كن ايوها سنة سندها كاميدا أيو سيد معاوية بن أبو سفيان ومركا أمير المؤمنين كا أو سيد حسن وقتنا سلي أيا سنة سندها كاميدا إنو إلو بيسي أي أهيد با بقول كيكون أسو ديرواي سيد حسن بن علي أسو ديرواي مركا أساد مشهر بالله أيا هدو كاقو أدقى بيقى أقوبا إسلاحات ليساي بل كاشاكا مشهر سند لا سند دو حد لله أو إنتا صدد كو قتير سيد إنتا صدد صدقائي كاسي سوغيان إنتا صدد إن الله شوال إسكوه دا إلا الحدي هاي حالة دي باكو عاكران تي سيد حسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحوري سيد حسن باو الرمي فدعوت بدوات لأكتب إلى معاوية وحان أويا دي خد بويري سيان معاوية أقو قرى ورقد لأذكره نفسي سيان إسكو حسوسيو ورمناها وادي إلا وذاتا سند كان سيد معاوية وحبا كاما هيا سيان أويا رحب كذبنا ثم أمسكت هذا نوان إسكير دايئ ومبير قدر الله سعودي. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. نبي محمد بابا ريادي يقول يمد ريادة نبي محمد لقو أركان خيالي معها شيطان إسكم أخصو متلئ من رآني في المنام فقد رآني حقا. فقال وحو يري كيف أنت يا حسن حسن وسيادت هاي قلت بخير يا أبتي أبو خير بانكو سوغانا هاي بانكاير. وشكوت إليه تأخر المال عني مالكي إنو يقرأينا وعوضي أو وحانكو للنبي الله حارت ويفي عانت هاي أوهو لكن سسنة كاما أنت عشين سيد كي معاوية نوم صادرين لكن وحبان أقرأ إياه ورقد خطبان إياه إياه قربان سلوما كتشوكسده كمو أوران وحوشا يقولون تأخر المال. نبي قال الله عليه صلى الله عليه وسلم أدعوت بدوات لتكتب إلى مخلوق مثلك تذكره ذلك ما خطبان إياه رتي سعاد مخلوق كلمدع ويساق بأكل الرزق أمهن رزاق أهين آد أقرط أو آد نفت هذا أحسوس زميات خطو إياه رتي. وحن كوري بوري نعم يا رسول الله فكيف أصنعه ده ها رسول الله صح صحيح هذا صحيح له فكيف أصنعه. فقال وحر قل وحات له دعاء كدعى يسوك العلم دعاء هنا نبرنا ومهم وحكلو مهم هرتين تينام برنا هنا نقول كور دين إن عين نبل معناها أي جذبير يسوي الصعطه يوحى على لو يديسنا يروحنا كم أرنين إلهي وحات الله بري يا إلهي وبقال كي كنا دقو بيديب دم أرنين wuxuu yiri balu fiirso mahadka barashada diinta islaamka ee nasruddin online mahadka online ka ah ee barashada diinta islaamka ee nasruddin waxaad ka helaysaa barashada quraanka kariimka ah iyo tafsiirkiisa barashada higaada quraanka iyo xifdiskiisa iyadoo xoog la saarayo ardayga in uu si fiican u barto higaada quraanka si uu u gaaro isku filnaasho in uu wax qori karo waxna aqrin karo waddan kasta ee aad joogto iyo waqti kasta ee aad u baahato mahadka Nasruddin waa garabkaaga waana wehelkaaga. Wixii faahfaahin dheeraad ah ee aad u baahato inaad nagala soo xiriirto nambarkan hoosta ku qoran ee WhatsApp-ka nagala soo xiriir. Mahadsanidiin. إلهي يقين يقين ويديس اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك.
ilaahayow qalbigayga waxaad ku tuurtaa rajahaaga, kana goo cid adiga kaa soo hadhay rajaynteeda, si aanan u rajayninba axadaan adiga ahayn. Taas waa qodob. Qodobka labaad, allaahuma wamaa ducufat canhu quwati waqasura canhu camali walam tantahi ilayhi raqbati walam tablughu mas'alati walam yajri calaa lisaani mima acdayta axada min alawaliina waalaakhiriina min alyaqiini fakhusanii bihi yaa rab alcaalamiin. Faqradaa labaad ee ducaduna maxay sheegaysaa? ilaahay oo waxa awooddaydu ay ka daciiftay ee camalkaygu gaari waaye ee raqbadaydu iyo doonitaankayguna aan u gaadhin, dalabkaygi iyo su'aal ku weydiisigayguna aan u gaadhin, carabkaygana aan ku soo dureersamin, oo mimaa shay'a acdayta aad siisay axadan oo min alawaliina waalaakhiriina oo min alyaqiini yaqiin ah fakhusanii bihi yaa rab alcaalamiin, igu gaariyeen ilaahay. waxaad axad un siisay oo anigana maankaygaba aan ku soo dhicin, carabkaygana aanba soo marin, oo yaqiin ah allow igu khaas yeel. meesha risiqa lagu helo iyo miftaaxa risiqu number one wuxuu yahay alyaqiin alkaamil, wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allaahi risquha. waayahay qaala wuxuu yihi sayid xasan kolkii aan soo toosay ducadii waan akhriyey, fawallaahi baan ku dhaartay maa alxaatu bihi usbuucan ducadii toddobaad kumaan celcelin xataa bacata ilaya mucaawiya, ilaa uu mucaawiya ii soo diray imisa awal boqol kun sama ahayn beeryeer mushaharkiisu wuxuu ii soo diray wuri bialfi alfin wa khamsumi'ati alfin, kun kun waa milyan af carabiga, lacagta tirada inta u sarraysa labanlaaba alfi kun ah, ereyga milyan ma laha luqada carabiga. laaji dalik markay milyan doonay waxay dhahaa alfi alfin, dee kun kun saddex siro iyo saddex siro isdaba dhig, sow lix siro maha waa milyan. bialfi alfin kun kun waa milyan, iyo wa khamsumi'ati alfin shan boqol oo kun waa milyan iyo badh. awalna maxay ahayd cushru milyan, boqol kuni waa milyan ten percent toban meelood oo meesha intaasuu ii soo diribu. faqultu waxaan idhi buui alxamdu lilaahi aladii laa yansaa man dakaro, waxaa mahadle allaha cidda xusta aan iloobin, walaa yakhiibu man dacaahu cidda baridaana aanay heogin oo aanay wax beenin. fara'aytu nnabiya, maqsadkii maay xasilay, haa alla ma u mahadnaqay, haa haddana waa seexday oo waaba nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. yaa xasanu kayfa anta xasanow, maantana bal waran see tahay. faqultu waxaan ihi bikhayrin yaa rasuulallahi, rasuulkiilaah khayr baan ku suganahay. waxadadtuhu bixadiithii, warkaygii baan uga sheekeeyey, waxaan idhi dee dabadaa khayr baa kaa dambeeyeyo, toddobaadkii ducadii aad ii sheegtay baan aad u akhriyeyo, waxa weye malaayiinkaasa milyan iyo barkaasaa la ii soo diray. faqaala wuxuu yidhi yaa bunaya hakada man raja alkhaaliqa walam yaruju almakhluuq, yaa bunaya wiilkaygii yaraayow, hakada waa sidaa man raja alkhaaliqa, qofka allaha khaaliqa a rajeeya sha'nigiisu waa sidaa, oo walam yarju aan rajaynin almakhluuqa, makhluuq aan rajaynin, qofka qalbigiisa alla ku xidhaa een aaminin een makhluuqun eegin een jeeb makhluuq iyo gacan makhluuqun sidaa u milicsanin, xaalkiisu waa sidaa. idan meesha wax lagu helay, wax lagu gaadhay risiqa dunyo iyo ku aakhira iyo qalbi qabowba waa yaqiin.